نور ضربات على راسها وبغات دير بحال صحاباتها اللي خارجين رجليهم طريق العوجه، ولكن هي كانت على نيه باش انها تلاقى بشي ولد الناس باش انها تبني معاه حياتها بحال بزاف من اللي تيفكروا التفكير، حتى غادي تطيح وسط واحد مولاتي الدوامه اللي فيها تجرجرات مزيان ورغم الصرامه ديال الام ديالها. ولكن النهايه ديال هذه الحكايه فيها نفس جميل، غادي نخليكم انكم تكتشفوها جميع مع العبره من هذه القصه. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي ليك، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه، احوالكم طيبه، المؤنسه ديالكم عادت اليكم من جديد. توحشتكم صراحه، كنحس بحال اسبوع ما شفتكمش، ورا غير على ما اظن يومين حيت ولفت كنخدم تقريبا كل نهار، فحسيت براسي انه وصلت للحد ديالي وعييت وقلت اجي ناخذ استراحه. فشكرا دائما وابدا على الوجود ديالكم، على التعاليق ديالكم الجميله والرائعه، وكتسولوا فيا فوق ما غبرت. غير هو بغيت نقول لكم بلي الايام اللي جايه انا غادي نكون مسافره، ولكن غادي نعطيكم جوج اختيارات حتى تقولوا لي في التحت شنو بغيتوا. واش بغيتو ما نحطش لكم كاع فيديو نهائيا حتى نجي من هذا السفر نتاع شي 5 ايام، اولا بغيتو انني نحط لكم الحكايات ولكن صوت بدون صوره؟ موجه تخليو لتحت التعليق باش غادي نعرف شنو كاين، فخير ما تعطلش عليكم اكثر ونقول لكم لنبدا. انا نور بنت العروبيه، خلقت وكبرت في العروبيه، كنت ساكنه مع والديا وخوتي اللي كنا كاملين بنا ساكنين مع دار جدي، كان معنا حتى عمي وولادو. قريت الابتدائي عادي، كنت كنمشي كنقرا وكنرجع للدار، وبزاف ديال الحوايج اللي ما كناش كنعرفوهم حيت ما كناش لا كنخرجوا ولا حتى نسافروا، وحتى دوك التلاميذ كانوا حتى هما معايا حتى هما كانوا تقريبا بحالي ساكنين غير في العروبيه، والمدرسه كانت قريبه ليا. جدي كان معروف ديك المنطقه اللي كنا ساكنين فيها انه هو اللي عنده الاراضي بزاف، ولكن لا يعني بلي انه عنده شي مدخول ولا لاباس عليه، كنا دراوش عاديين. الوالد ديالي كان قاري شي شويه، اما الام ديالي ما كانش قاريه نهائيا. المهم غادي نقرا ابتدائي، وفاش وصلت الاعدادي كان خاصني ضروري انني ننتقل لمدرسه واحده اخرى في الفيلاج اللي قريب لينا واللي تقريبا بعيد علينا بشي ساعه ديال الطريق، غادي نتسجل فيه ووليت كنمشي كنقرا. قريت السابعه والثامنه وتعرفت على تلامد بزاف تما، تلامد اللي ما كيلبسوش بحالي حيتاش انا الوالده ديالي كانت كتلبسني ديما الحوايج اللي كانوا محترمين وبزاف، وفي الاكثريه كانت كتلبسني الحوايج نتاع الدراري تونيات ديما. من وصلت الاعدادي وشفت دوك البنات كيفاش تيلبسوا كيفاش تيهضروا كيفاش كيتعاملوا وكيتغداو على برا، انا والديا ما كانوش كيعطوني الفلوس نهائيا، وقليل بزاف حتى كنرغب الوالده وكتعطيني شي درهم ولا زوج باش نشري شي بيمو مع البنات. انا ماشي والديا ما عندهمش، ولكن ماشي من النوع اللي كانت يعطينا، كنت كنشوف بنات كياكلوا في الزنقه وانا داكشي ما كانش كيأثر فيا في الاول، كان تيجيني عادي. تصاحبت مع البنات وتعرفت عليهم وكنشوف بزاف اللي كانوا تيسافروا وكيجيو كيعاودوا لي على البلايص اللي مشاو ليهم، وانا عمرني ما سافرت ولا حتى خرجت، كانوا كيباتوا عند صحاباتهم كيخرجوا بوحدهم وانا داكشي عندنا في الدار ممنوع. الوالده ديالي مانعه عليا نسافر ولا حتى نبات حتى مع العائله، منها عليا نسلف الحوايج من عند صحاباتي ولا نمشي عندهم ولا يجيو عندي، واللائحه طويله كانت خانقاني، وهذا الشيء ما كنتش انا حاسه به من قبل، ولكن منين وليت كنشوف كيفاش البنات عايشين وكيفاش كيتصرفوا معاهم والديهم وليت كنحس براسي انني مزيره. الوالده ديالي غير حضياني، واذا لبس شي حاجه قصيره بحال تجين مع شي بودي كنسمع شي هضره اللي ما عمرني ما سمعتها، واش بغيتي تخرجي الطريق واش هادي واش هادي. كنت الوحيده ما بين خوتي الذكوره، واحد الخطره كانوا عندنا شي عماماتي وبناتهم مشينا خرجنا مجموعين حيتاش الفيلاج اللي حدانا كانوا دايرين واحد الموسم، فجلسنا في الارض فاش تمينا نايضين انا بديت كنمسح حوايجي من اللور، ما جيت نمسح حتى كنحس بالترفيقه في وجهي من عند الوالده، شاد الحركه كديري راه كيشوفوا فيك الرجاله. ما نقدرش نوصف لكم الاحراج اللي تحرجت به انا ذاك قدام بنات العائله، وما رضيتش وتعصبت وبحال بديت نحقد انا ذاك على ماما بالتصرفات اللي ولات كدير معايا لواحد الدرجه اللي ما يمكنش، حتى اذا ضحكت وخديت راحتي بالضحك في وسط الدار كتعيط لي الكوزينه ولا البيت باش تقول لي جمعي راسك وسدي فمك شي شويه، وليت فين ما كاينه ماما ما كناخذش راحتي وكنبقى ديما مزيره. المهم من بعد الاعدادي كان الثانوي واللي لقيت فيها معايير واحده اخرى من عالم واحد اخر، عاوتاني تعرفت على بنات واحد اخرين وعقليه واحده اخرى، بنات اللي ما تيهزوش الشكاير غير انا بوحدي اللي كنت كنهزها، ومن تما فين وليت بديت شي شويه كنتبدل بحال تصرت شي شويه. اي وحده كنت كنتعرف عليها الا وكتقول لي بلي انا راني مصاحبه، سلام لاباس كي دايره واش نتي مصاحبه، تنعاود لهم غير على واحد الشخص اللي كنت تعرفت عليه شحال هادي. ايوا فين كنتو تمشيو واشنو كنتو كديرو؟ لا لا غير تعرف عليا واحد المده وكان بغى يتزوج بيا ورفضت وتفرقت معاه، بالعاني تنكذب عليهم هاد الكذبه غير باش ما تسماش بلي انني ما مصاحباش. ايوا صافي هادي هي العلاقه عندك. المهم انا كنت كنحس بلي انني متغيره عليهم بزاف وهما عايشين حياتهم وانا ما عايشاش حياتي،
هادشي اللي كان كيقول لي عقلي ديك الساعه. ملي كنا تنقراو كانوا كيقراو معايا شي بنات اللي تقريبا كلهم عندهم صحابهم زعما الذكوره، والبنات اللي عندي معاهم علاقه كل وحده مصاحبه مع واحد عنده طوموبيل اللي تيخرجها كيشري ليها الحوايج ويديها تاكل في شي بلاصه. كنت ديما كنشوفهم قادين ولابسين حوايج اللي هما زوينين، كانت كتشدني منهم الغيره حيت والديا ما كيبغيوش يشريو ليا حوايج اللي هما زوينين. الوالد ديما تيقول لي ما عنديش، والوالده حتى هي كنا كنشريو الحوايج من العيد لعيد ولا الدخول المدرسي، اما اذا عجبتك شي حاجه شي مره لا ما عندناش هاد القضيه. هاد البنات كل مره وحده فيهم كتجي كتبقى تعاود لينا شنو شرا ليها الخليل ديالها وفين داها، وانا كان تيعجبني الحال. من بعد بديت كنفهم بلي انا ودوك الحوايج اللي تيلبسوهم راه ماشي والديهم اللي كانوا كيشريهم ليهم، حيت واحد المره غادي نسول وحده من دوك البنات منين كتاخدي حوايجك زوينين، قالت لي لا راه تيشريهم ليا الخليل ديالي وحتى من التليفون شاريه ليها. المهم غادا تنكبر قريت السانكيام جوني بزاف ديال العروض من عند الدراري باش انني نكون معاهم على علاقه، غادي نعطي فرصه لراسي ونقول اجي نجرب كيف صحاباتي. وتعرفت على واحد الدري اللي دوزت معاه مده كنهضروا في التليفون وكيعيط ليا وكنعيط ليه من عند صاحبتي لانه انا ما عنديش تليفون، كنت كندير لها التعبئه ولا هو تيصيفط ليا وكنتعيطوا مع بعضياتنا. كانوا البنات فاش يشوفوني معاه في الليسي تيقولوا لي هذاك اللي انتي معاه راه ما عنده لا طوموبيل ما غادي يخرجك ما عنده باش ينفعك. انا العكس كنت نقلب على اللي يبغيني ونبغيه ومن بعد خصو يتزوج بيا. صافي وليت كنشوف دوك البنات شنو كيديروا وليت كندير بحالهم، اي عرض نتاع شي دري بغى يتعرف عليا كنتعرف عليه كيف ما بغى يكون. تناخد مرتو وكنستعمل التليفون ديال صاحبتي وكنبقاو كنهضروا. من كملت السانكيام قررت باش انني نخدم في الصيف باش انني نشري لراسي تليفون، وكاع دوك اللي بديت كنتعرف عليهم في سيزيام ولاو كيدويو ليا في التليفون. وفي هذه المرحله غادي يوقعوا ليا بزاف ديال المشاكل وحياتي غادي تبدل 180 درجه. صديقات ديالي كانوا معرفين على واحد المجموعه ولا كيقولوا واحد الكليكه نتاع الدراري اللي كانوا صحاب مع بعضياتهم، بحكم انني كنت نخرج مع دوك البنات شافني واحد الدري معاهم اللي كانت عنده طوموبيل، انا عجبني الحال تعرفت عليه وهضرت معاه. من بعد غادي نكتشف بلي انه هذاك السيد راه بزناز وهذوك اللي خدامين معاه حتى هما كيعرفوا صحاباتي كل وحده بوحدها. داك اللي غادي نتعرف عليه انا هو الشاف ديال دوك البزنازه. تعرفنا وبدا كيعيط ليا مره ماشي بزاف، وانا من عرفت بلي انه شنو تيدير خفت منه. وقت ما عيط ليا خرجي عندي تنخرج لعندو بلا ما نفكر، ما تنقدرش نقول ليه لا حيت نخاف منه. اذا كنت بغيت غير نخرج معاه تندير لبا ألف سبا وسبا باللي قارية وفاش تيخرجوا صحاباتي مع صحابهم وحتى هو معاهم كنت تمشي حتى أنا. كيدينا لواحد البلاصة في الجبل في واحد البيت اللي هو قديم وموسخ ومهرس وكيصيبوا فيه داكشي اللي أنا ما عمرني ما شفته في حياتي حتى عشتو ديك الساعة، جو اللي كان معفون وكنا كاملين خايفين من البوليس. واحد المرة كل وحدة من دوك صحاباتي مشاو البلاصة وهذاك الخليل ديالي طلعني أنا الفوق منين هما غاديين وأنا تنقول صافي هذه هي الاخرة ديالي غادي تعدى عليا. فبديت كنبكي وكنغوت وكنقول لصاحبتي عافاك ما تمشيش عافاك بقاي معايا. زاد وخلاوني وغادي يشدني ودار معايا شي حوايج لاول مره في حياتي غادي نجربهم بدون ما انه يغتصبني. بقيت كنبكي وسولني علاش كتبكي راني ما درت لك والو، لا راني تنخاف منك. وقررت من تما بلي انا وهذيك غادي تكون اخر مره اللي غادي نتلاقى به. من تما زاد الخوف ديالي منه وما بقيت لا نخرج معاه ولا ندوي معاه، هذيك كانت اخر مره. حاول انه يدوي ليا ولكن كنت كنتهرب، ما بقيت نقدر نقرا ما بقيت نقدر شي غرض حتى كنسمعو تشد وتحيت، حيت كان تيجي ليا انا داك قدام المدرسه وكيعيط لي وكيقول لي خرجي واخا في وسط الاستراحه. المهم مورا هاد الشيء غادي يموت جدي الله يرحمه وخلى الاراضي ديالو كاملين اللي غادي ياخذهم الوالد ديالي مع عمامي وفرقوا الورث مع بعضياتهم. الاب ديالي غادي يبيع شي ارض وشراكات كات وتهلا في راسو ودخلاتو الفلوس ولا كيخرجنا واحد شي شويه ولا مشغول مع شغالاتو وما كيديهاش فيا لا هو لا ماما. فانا نوعا ما خديت راحتي، نجحت وصلت للباك اللي كان واحد السيد ديما كيدوز وكيبقى كيشوف فيا واللي كان تيعرف عائلتي وساكن قريب لينا، دار المشروع ديالو اللي عنده في المدينه وساكن تما، ولكن دارهم وخوتو باقيين مازال في العروبيه حدانا. هو عارف بلي انه الاب ديالي راه كنخدا الورث ديالو. واحد الخطره كنت غادا للمدرسه جا هضر معايا لاباس بخير اش اخبارك واش نوصلك عادي، حيت كان تيعرف عائلتي وصلني وطلب مني المرتي عطيتها ليه وقلت بعد هذا اذا جا طلب مني الزواج راه كنعرفو مزيان وميسور. بدا كيدوي ليا في التليفون وانا فرحانه تنقول هذا لاباس عليه وتعرفنا صافي كاين بعد الامل. واحد المره قال لي نتلاقاو، تلاقينا خرجنا تغدينا على برا
داني السوبر مارشو تقدا ليا كاع داكشي اللي تيعجبني وانا فرحانه. عجبني الحال حيت داكشي اللي شاري ليا وليت كنقول ايوا وليت بحالي بحال البنات. قال لي غادي نشري لك التليفون. واخيرا جاب لي الله شي واحد انه باغي يتهلا فيا. المهم بقينا تنخرجوا حتى لواحد المره كنصهد ويقول لي نطلعوا للدار ندوش نبدل حويجاتي ونشربوا شي حاجه بارده ونخرجوا. واخا انا ما عندي لاش نخاف منه حيت ما يتجرأش عليا مع كيعرف العائله كلها. مشيت معاه دخلنا للدار. سي جاب لي العصير باش نشربو وهو مشى يدوش شويه غادي يخرج عندي بالبينوار ديالو وبدا كيوريني الدار وكيقول لي واش تبغي تزوجي بيا؟ تقبلي انك تعيشي معايا هنا ان شاء الله اذا كتب؟ علاش لا؟ ها هي الكوزينه، ها الحمام، هذا البيت، هذا الصالون، واذا تزوجنا راه تقدري تبدلي اللي بغيتي. شنو بان لك في هاد الظلام زوينين وفي هاد البلاكار؟ انا فرحانه حيت السيد كيتعامل معايا بهذه الطريقه. شي شويه هو بدا كيتقرب مني. السيد شنو تدير؟ ما تخافي من والو غير ارتاحي. انا كنت خايفه بزاف حيتاش كان كيتقرب مني. سمعي انا راه ما غادي ندير لك والو، غادي نستسلم حيتاش ببساطه تاكدت بلي انه ما غادي يقدر يدير لي حتى شي حاجه. بقيت معاه دخلنا لبيتو شويه زيرني بحال خنقني وبديت تنغوت. قال لي سمعي يا نور ما تغوتيش حيتاش حتى شي حد ما غادي يسمعك انا، غير سكتي. في هذا الوقت غادي يطرى اللي ما كانش خصو يطرى واللي ما كنتش باغا انه يطرى. بقيت كنبكي وكنلوم فيه نكر بلي انه ما دار حتى شي حاجه. خرجت في عيني وغوت عليه وقلت لي غادي تديني دابا. اداني والطريق كلها وانا تنبكي. مشيت للدار وغادي نلقى فيا نزيف. عيطت له وقلتها ليه غادي يقول لي بكل بروده بلي ماشي انا السبب، انت اللي خرجتي مع فلان اللي دخلك لديك الدار وفعل ليك وترك ليك. شكون فلان ومنين جبتي هاد الهضره؟ راه هو اللي قالها ليا. داك البزاز الا باقيين مازال عاقلين عليه فعلا كنت خرجت معاه وداني لديك الدار، ولكن ما كان وقع ما بيني وما بينه حتى شي حاجه، زعما شي حاجه اللي هي كبيره. ما عرفتش واش هذاك كذب عليه ولا هو اللي كذب عليا باش انه يضمصني. بكيت بزاف وبديت كنفكر غير شنو ندير. مشيت لعند الطبيب فحصني وقال لي بلي راكي مجروحه والجرح باقي جديد. غادي نعيط ليه وغادي نقولها ليه وانت درتي ليا وخرجتي عليا. وبقيت كنلومه. صافي انا غادي نتزوج بك، غادي تجي تخطبني اليوم قبل غدا. داز اليوم داز غدا ولا كيعيط ليا سكران بالليل وتيقول لي عافاك ما تقولي حتى شي حد شنو درت ليك، راه دارنا بغى يزوجني لواحد السيده وانا ما نقدرش نتزوج بك. صافي عرفت بلي انه حياتي ضاعت وبلي هذاك ما خدامش ليا، خصوصا وانه تيعيط ليا وهو سكران. ضغط بيا الدنيا وما عارف شنو غادي ندير ولا حتى لمن نقولها. ما قديتش اذا قلتها لماما غادا تقتلني بلا ما نفكر. استت راسي وقلتها غير لواحد صاحبتي. دازت مده وانا مازال باقا في الصدمه وليت كنقلب على اللي يتزوج بيا حيت خفت لا دارنا يعرفوا. قلت ضروري نتعرف على شي واحد ونعاود ليه القصه ويكون ناوي المعقول ونصارحو باش انه نستروا هذا الموضوع. تعرفت فعلا على واحد السيد وجيتو من الاخر وقال لي مزيان صرحتيني وداكشي اللي بغيت تكوني معقوله معايا. دوزت معاه مده وصافي حتى هو بحيلة استغلني وليت كنمشي معاه بحيلة مزوجين. وليت كنمشي للدار ووعدني بالزواج وفاش عرفت بلي انه ما كاين والو عاود تفارقت معاه وتعرفت على واحد اخر. شنو غادي نقول لكم؟ وليت من واحد لواحد حتى وليت كنقول يا ربي نطيح في شي واحد اللي يتزوج بيا ويسرني حيتاش عييت اذا ساقوا دارنا الخبار واذا بغاو يزوجوني لشي واحد اخر وعرفوا شنو كاين غادي يقتلوني بلا ما يفكروا. تعرفت على بزاف. واحد المره طحت في واحد خدام مع الدوله، دوزت معاه مده ليا طويله في التليفون تكون شي عام وعاودت ليه المشكله ديالي وقلت ليه شنو وقع ليا. غادي يقول لي ما تبقاي دوي مع حتى شي حد، صافي خليك معايا غير انا. قلت ليه لا حتى انت غادي تكون استغلالي بحالك بحال دوك اللي عرفت من قبل وما غاديش تزوج بيا ما والو. لا انا راني ماشي بحالهم نهائيا. كنت انا ذاك في الباك وبطبيعه الحال ما نجحتش حيتاش وليت عاطيها غير الخروج وسليت ومن هذا لهذا. غادي نعاود العام واحد اخر، عام الاخير ليا، ولكن حيتاش ما تقتش فيه غادي نمشي نتعرف على واحد اخر نضمنو ليا. واحد خينا اللي كان خدام حدانا كان تيعجبني وحتى هو جيتو للصراحه وقلت ليه شنو وقع. وهذا هو الغلط اللي كنت كندير كل مره، كنت اي واحد تعرفت عليه كنجيه الصراحه وما كانش كيعجبهم الحال. بعكس انا كان عند بالي انه اذا صرحت شي حد غادي يسرني ويقبل عليا. حتى هو استغلني وبالاراده ديالي والباك اللي انا فيه في العام الاخير ديالي والو ما كنتش دايره بالي معاه. دازت مده وقال لي ما نقدرش نتزوج بك حيتاش العادات والتقاليد ديالنا اننا خاصنا نتزوجوا من نفس القبيله ديالنا. تفرقت معاه ديك الساعه بدون تردد حيتاش عرفت ما كاينش معاه مستقبل. ما نجحتش عاوتاني وشدينا العطله. خدمت في الصيف جمعت شويه ديال الفلوس ودرت التكوين وشريت لراسي الحوايج وتهليت في الحاله
دوزت البيرمي، قلت باغا نبدل الحياه ديالي، خاصني نخدم ونعول على راسي باش انه دارنا ما يذكروش ليا الزواج، حيت بزاف من العائله اللي كانوا كيتقدموا ليا وانا كنت كنخاف وكل مره كنت نرفض. وانا في التكوين المهني غادي نتلاقى بهذاك اللي خدام مع الدوله وعجبته، وبقى كل مره كيجي لعندي دار معايا باش انه يتلاقى بيا، ندوزوا النهار مع بعضياتنا مجموعين باش يتعرف عليا اكثر، ودارنا عند بالهم باللي انني في التكوين. قلت لي صافي واخا. تلاقينا في واحد المدينه، مشيت عنده في الصباح وبقيت معاه حتى العشيه، وغادي توقع ما بيناتنا علاقه، ودارنا عند بالهم باللي انا في التكوين. المهم بعد ديك العلاقه كان جا رمضان اللي فيه ما جاتنيش الدوره ديالي عزاكم الله، وهنا بدا كيدخلني الشك ياكما. قلتها ليه وقال لي لا ما يمكنش انك تكوني حامله، سيري ديري التست باش تشوفي. درتو فعلا، وهنا غادي نلقى الصدمه، طلعوا لي زوج ديال الخطوط اللي كانوا حمرين. تخيلوا بقوه الصدمه، ما بكيت ما درت حتى شي رده فعل، وفي رمضان كيفاش غادي ندير؟ اذا سمعوا دارنا هادشي غادي يقتلوني، فما عرفش شنو ندير من غير انني نقولها ليه، وحتى هو دخلت به الدنيا حيت خدام مع الدوله، وهادشي غادي يتسبب ليه في مشكل. غادي نمشي عند واحد مول فارماسيان وقلت له عفاك كيفاش يمكن لي نحيد هادشي اللي في كرشي. قال لي راه كاينه واحد ليبرا اللي غادي يضربها ليا هو وغادي يوجدها ليا من هنا لغدا. عطات لي التصبيق نتاع الفلوس وقلتها للخليل ديالي. قال لي لا ما ديريهاش حيتاش هذيك راه ماشي 100%، تقدر ما دير لك والو ويجيك الجوجاع والحريق ويديوك داركم السبيطار ويعيقوا بك، فشنو الحل؟ يا ربي رمضان وانا صايمه وانا حامله وعمرني سمعت هذا الشيء وقع عندنا في العروبيه، وانا غادي نخرج لهم من الجنب، اذا هما سمعوا هذا الشيء غادي يذبحوني بلا ما يفكروا. هو قال لي خليني نتكلف نشوف شنو الحل، غادي يشوف لي واحد الطبيب اللي دار معايا باش انه يدير لي الاجهاض في رمضان. قلت لي شوف دابا حنا درنا الغلط ودرنا الحرام، اجي خطبني ومن مور رمضان نديرو القاعات ونتزوجو. لا ما يمكنش ليا. علاش ما يمكنش ليك؟ درنا غلط وخصنا نصلحوه بزوج. منين قال لي هاد الهضره صافي ولا كيبان ليا بلي انني ندير الاجهاض، دار معايا اننا نمشيو لمدينه واحده اخرى فين غادي ندير هاد الشيء، ولكن غير باش غادي نخرج من الدار، وفي رمضان كان خصني الف سبه وسبه للوالده ديالي. فمشينا عند الطبيب ودخلني وحط المقوصه، وداك الشيء كان في شكل، بيت كنبكي وانا نسول الطبيب واش من بعد اذا بغيت نحمل نقدر نحمل ان شاء الله. هادشي اللي كان تيقول غير هو بغى يبدا وبغيت نوض انا، تنقول ليه لا راه ما بغيتش وتنبكي، وكنقول ليه لا 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 هادشي ما خصوش يدار. جا الخليل ديالي يدخل عليا وتيقول لي واش بغيتي المشاكل، خلي السيد يدير خدمته. سلمت امري لله وبنجني الطبيب بنج نصفي ودار لي العمليه. هو كان تيخدم وانا كنغوت وكنعاود بحال غادي نولد، حسيت تقريبا بكل شيء. البنت اللي كانت خدامه معاه بقيت فيها وبدات كتبكي معايا، ولكن انا اللي درتها لراسي. سالا داوني لواحد الفراش سرحوني تما وبقيت كنبكي وكنعاود. حنا في رمضان درنا الحرام وفي وسط داك الشهر درنا اكبر ذنب، قتلنا نفس. وصلني للمدينه اللي انا فيها اللي كانت بعيده على العروبيه، وبقيت كنتمشى على رجلي ساعه ديال المكانه، وصلت مريضه لدرجه انه وجاتني السخانه، بلي شدني لواحد الوجع اللي كان خايف في كرشي، بديت كنتقطع. الوالده ديالي من حسن حظي انها مشات عند با اللي كان مريض، فبقيت بوحدي في البيت. غادي يجيني واحد النزيف، وعيط لهذاك الخليل ديالي اللي عيط على الطبيب وقال ليه واحد الدواء اللي خصها تشربو اللي مشى شراه ليا، وجابو للبلاصه فين تنسكن وخلاه عند واحد الطبيب واحد اخر، وقال ليه غادي تجي عندك واحد السيده وبغيتك تعطيه ليها. كان ساهل انه يخلي ليا دواء عند طبيب ما كيعرفوش بحكم العمل ديالو اللي كان تيبان من اللبسه. مشيت عند الطبيب خديته شربته وليت شويه. دازت الوقت والايام، ضعفيت وليت حالتي، وغير كنفكر وكنطلب الله يغفر لي على داك الذنب اللي من مور هذه عمرني ما غادي نعاود. يا ربي شديت الفراش لمده عامين، جاني اكتئاب وما بقيتش قادره نخرج ولا نشوف الناس ولا يجي عندنا شي حد، وليت غير تنبكي وتنبغي الظلام. من بعد هاد عامين قلت صافي بركه اجي نحسن من الوضعيه ديالي ونتقرب من الله، ودفعت باك حر، وقلت في نفس الوقت نشد الدبلوم ديالي اللي مازال ما شديتوش في التكوين، ونخدم ونخوي راسي من هاد المشاكل. دوزت باك حر مع ناس اللي كانوا عقلهم كبار وجايين يدوزوه. المهم فاش انا خرجت من الامتحان كنت تلاقيت بواحد الدري اللي تعرفنا انا وياه، وتبادلنا النوامر بحكم انه الوليد اللي كان تيوصلني. فهداك الدري منين شاف الكاتكات بحيله طمع، حيت بدا كيسولني فاش خدام باك، ما عطاتوش التفاصيل. فاش كنت كنخرج من الامتحان كنت كنقول للوالد ديالي هاد الدري راه تيدوز معايا الامتحان، باب بحسن النيه تيقول لي نوصلوه معانا. المهم دازت المده ديال الامتحان، هو نجح وانا لا، بقينا كنهضروا في التليفون. قال لي العام الجاي غادي تنجحي حتى انتيا حيتاش غادي نعاونك. قلت صافي غادي يعاوني العام الجاي، غادي نشد الباك، ولكن انا كنت باقا مازال كنقرا في التكوين. هي هذيك عاودت ليه كل شيء اللي داز عليا، وهذا صدق كيف ما كيقولوا شلاهبي. منين عاودت ليه هذا الشيء ولا كيهددني انه يقولوا لبا
وعطى الرقم ديالي لبزاف ديال الدراري صحابو اللي بداو يهددوني في التليفون. والله يا ربي الله كل مره كنقول هذه اخر مره كتعاود لي من جديد، ولا كيقول لي غادي تجي عندي دابا وديري معايا، ولا هذا الشيء غادي يوصل لباك. بحكم انه تيعرف الوالد ديالي ولكن ما عارفش فين ساكنه، فانا خفت من جديد ووليت كنمشي عنده وقت ما قالها ليا، وكندير سبه لدارنا بحكم انه دار جدي في المدينه. تنقول الوالده ديالي انا غادا لدار جدي، كنمشي لدار جدي فعلا وكنسلت وكنمشي لعندو هو، وهنا صافي حسيت ملي انه فعلا حياتي دمرات. كان غير تيصون عليا في التليفون يدي كيبقاو كيترعدوا ليا، ونزيدكم ماشي غير هو اللي كان كيعيط ليا ولكن كاع صحابو، وكانوا كيهددوني قوليها لداركم ولا غادي نجيو نقولوها لهم ونشوهوك ونديروا ليك ونفعلوا ليك، لدرجه انه ما بقيتش قاده نخرج وكنخاف غير من جنابي. في نفس الايام واحد مرت عمي مرضات وداها الوالد ديالي عند الطبيب، كنت معاها شويه دارت عندي وهي تقول لي واش انت بصح ماشي عزبه، ما فهمتش علاش هاد الهضره. فاش قالت لي شدتني الدوخه والصدمه وتزيرت وبانت لي على وجهي، منين هي قالت لي هادشي وفي نفس الوقت كان تيدوي معايا الاخر وكان كيهددني ولات ديما سخانه فيا وشاده غير الفراش وغير تنرجع عزكم الله. من بعد عام اللي فيها كنت ساده عليا، ما كنتش كنخرج من الدار من جديد، الوالده تخلعات وهي بطبيعه الحال ما سيقاش الخبر، ولات كتقول لي ياك ماشي توكال ولا سحر، لدرجه انه دارت لي الرقيه وعطاتني شي حوايج نشربهم لا زعما نكون واكله شي توكال. انا غادي نبدا كنبحث في الانترنت السبب نتاع هادشي اللي جاني، بديت كنقلب على الاعراض وخرجوا لي بزاف ديال الامراض، فقررت باش انني نمشي عند طبيب نفساني. درت زوج ديال الحصات واخا كانت الحصه غاليه، غادي يخرج لي دواء اللي كان شي شويه قاصح وقال لي غادي تشربي غير واحد المده وتحبسيه، قال لي ضروري انك تشغلي راسك بشي حاجه وما تبقيش تفكري، حيت بقوه دوك التراكمات اللي ما كنتيش تخرجي داكشي باش جاك هذا الهلع، حيت وليت غير خايفه وغير من جنابي وغير كنقفز. انا داك غادي نشد الدبلوم ديالي في التكوين وقلبت على خدمه ولقيتها وتشغلت بها، واخا الصالير كان قليل جلست في دار جدي اللي في المدينه، وفي الويكاند كنت تمشي عند والديا واخا كانوا معارضين على هذه الخدمه. غادي نتقرب من الله ونولي نصلي، وعطيتها غير الخدمه وسط هذا الشيء ما نسيتش الذنب اللي درت في رمضان اللي كنطلب عليه ديما الله باش انه يغفر لي. رمضان الناس كانت كتطلب فيه الله انه يغفر ليها وتصدق، وانا ارتكبت فيه اكبر جريمه، كان تيصحني الطبيب انك تنساي كاع اللي فات وتبداي من جديد وتشغلي راسك، غادي ندوز البيرمي من جديد وتشغلت بالخدمه باش نقاد النفسيه ديالي، حيتاش كون ما خدمتش ولا ما مشيتش عندك الطبيب كنت اكيد غادي توقع ليا شي حاجه ولا كنت دابا منتحره. فبحكم انه الخدمه اللي كنت انا فيها كان كيتعامل معنا واحد السيد اللي غادي يشوفني تما، واحد مره وانا خارجه غادا للدار غادي نتلاقى به في الزنقه وغادي يقول لي انا ناوي المعقول واخا ان شاء الله. حلفت مازال انه ما بقيش نعاود نفس الغلط وضربت على الرجال، غادي تعرض لي للمره الثانيه راني ناوي المعقول غير خلي لي نمرتك. خليتها ليه بشرط انه ما تقولش لي نتلاقى بك وما تقولش لي خرجي معايا ولا يلاه معايا، حيت داك الشيء انا ما عنديش معاه، وقلت مع راسي ما غاديش نعاود ليه على الماضي ديالي نهائيا حتى نشوف شنو غادي يدير. المهم غادي يبقى ما بيناتنا تواصل الاشهر، حتى ولفني ولفته ولقيته انسان مبدل نهائيا على دوك اللي عرفت وعقليته في شكل، وهنا غادي نكتشف باللي انه ما ساكنش في المغرب. ورغم هادشي بقيت كنقول هذا باغي يدوز بيا الوقت ويمشي في حاله، داكشي باش ما غاديش نصارحو. مشى في حاله وقلت صافي غادي ينساني وحتى انا خصني ننساه، لكن لما وصل للخارج غادي يعيط ليا وقال لي نور غادي نصيفط الام ديالي باش انها تعرف على امك، وغادي تدوز شهرين وغنجيو مجموعين اننا نخطبوك وغادي نديرو العقد. زرب عليا واحد الزربه اللي خلاتني نفرح ونتخلع نفس الوقت، ولكن شنو غادي ندير وانا ما مصرحاش وليت كنبغيه بزاف وتعلقت به، حيت اول واحد عمرو ما قال لي يلا معايا للدار وجاني ديريكت للمعقول، ما عاودتش ليه الماضي ديالي وقلت ليه واخا. غادي صيفط مو عند الوالده ديالي تعرفت علينا، وانا ورغم هذا الشيء كامل تيقه وما تيقاش. من بعد غادي يدخل المغرب وقال لي غادي نجي باش نديروا الخطوبه، بقيت مع راسي واش نصرحوا اليوم نصرحوا غدا، حتى ما صرحتوش درنا الخطوبه اللي دازت زوينه وانا فرحانه وعايشه الدور، وكانت اول مره غنبغي فيها شي واحد من قلبي. ورغم انني كنت باقا مازال كنعاني من الهلع فارتحيت نوعا ما وكنقول الحمد لله انني لقيت اللي ناوي معايا المعقول. درنا الخطبه وقال لي غادي نديروا العقد ودابا غادي نرجع في حالي باش ندفع لك باش انا كي تجي لعندي. هنا شدتني الخلعه وما نكذبش عليكم مرضت وشديت الفراش عاوتاني وحسيت بالمعقول دخل معايا، وحسيت بحيله كنتفلى عليه بحيله تنكذب عليه، فرفضت انني ندير العقد وتقلبت عليه. ولو كيعيطوا عليا في التليفون مالها ياك لاباس شنو كاين، الوالده ديالي بدات عليا درتي لي الشوها وانت اللي جبتي هذا السيد وانت اللي دايره وفاعله ودابا كتقولي لي لا ما باغاش. انا مع نفسي كنت باغا نتزوج به وكنبغيه، ولكن كنت خايفه انني ندير معاه العقد ويقول لي يلا معايا انت مراتي ويكتشف الكارثه.
غادي نقول لي اذا درنا العقد واش غادي تقول لي يلا معايا للدار وتبغي تستغلني؟ لا، غادي نديرو القاعات وغادي نمشي ندفع لك الوريقات حتى نرجع ونديرو العرس، عاد غادي تكوني مرتي. ملي قال لي بحال هاد الهضره زعمت ورتاحيت. فعلا درنا العقد وتزوجنا على سنة الله ورسوله، ومشى رجع لاوروبا باش انه يدفع ليا، وغادي يخرجوا ليا الاوراق بواحد السرعه ديال البرق اللي ما يمكنش. في اسبوع كان كل شيء موجود. انا عاوتاني شدتني الخلعه في اي خطوه الامام اللي خاص تفرح بها اي بنت. انا كنت فيها تنمرض وكنشد الفراش حيت كنتفكر كيفاش غادي نقول ليه، وضروري غادي يجي شي نهار اللي غادي يعرف فيها هذه الحقيقه. ما لقيتش من غادي نصد الراس، فمشيت عند صاحبتي وقلتها ليها، وقلت ليها راه ضروري خصني نقولها ليه. لا 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 نور، ما تقولي ليه حتى شي حاجه، راه كاينه واحد العمل ديال كدار سميتها ترميم غشاء البكره، ديريها وما تقولي ليه والو. المهم سولات ليا وشافت فين وتبعت الخطوات ودرتها واللي ليها ليها. غادي يجي درنا العرس وجيت معها لاوروبا ودازت الامور على خير، واليومين هذا دازت سنوات على زواجنا وعمرني ما صارحته بحتى شي حاجه، وحتى هو طلع ولد الناس وانا فرحانه معاه وعايشه معاه زوين. قلت ربما كون قلت ليه كان حتى هو اكيد غادي يخليني وما غاديش يتزوج بيا، هو تيبغيني من قلبه. واليوم عندنا زوج ديال الوليدات الله يخليهم ليا، وهو عمره ما تبدل عليا. انا مره كينبني الضمير ديالي على هذا الشيء اللي درت واللي ما عارف فيه هو والو. تنقول الحمد لله انني سترت راسي، لانه جاتني واحد الوقت قلت غادي نقول ليه، فمشيت عند واحد الامام ديال الجامع لما جيت المغرب وقلت ليه شنو كاين واشنو كاين، ودابا راه ضميري كينبني وراجلي ما عارف على الماضي ديالي والو، وانا شنو درت وشنو درت. قال لي شوفي يا بنتي، مادام انك تبتي وربي سترك ما كاينش تفضحي راسك، السيد تزوجتي به درتيه معاه وليدات وتجي حتى لدابا عاد بغيتي تقوليها ليه؟ لا، اللي عطى الله عطاه، كملي حياتك عادي وطلبي ربي انه يغفر لك على الزلات اللي درتي. وداكشي اللي درت فعلا سمعت هضرته، وكل نهار تنطلب الله انه يغفر لي على الماضي ديالي. والحمد لله انا اليوم كنحاول انني نتعايش مع وليداتي، وخا اليومين هذا الماضي ديالي خلى فيا مرض الهلع، ولكن احسن من قبل بعد هادشي كله اللي دزت منه. يمكن عاودت لكم النص ديالو من المعاناه، حيتاش باقي مازال عندي واحد النص ديال الاحاسيس اللي هما متجمدين، وما بقى حتى شي حاجه كتفرحني في هاد الدنيا كيف ما كانت. وحتى في وجهي ما كيبانش عليا الحزن اذا كنت حزينه، لدرجه انهم اذا قالوا لي راه فلان ولا فلانه ماتت ما تينزلوش ليا الدموع. من قبل كنت كنفرح لاصغر حاجه ونطير بالفرحه، دابا وليت كنحس راسي بلي انني بحال شي جماد. هذه هي قصتي اللي فيها بغيت ننصح البنات انهم عمركم ما تبعوا ديك الطريق ديال النزوه، حيت في ديك الطريق اللي كاينه في ديك الفتره ديال المراهقه اللي كنبغيو نكتشفوا فيها بزاف ديال الحوايج، وكنبغيو نعرفوا فيها هذا وهذا، وكنتعاندوا مع كاع البنات ونبغيو نلبسوا بحالهم، وهذا الشيء راه ما خدامش. خاصكم ديوها في قريتكم، وكنتمنى من اي بنت كتسمعني تقرا باش تامن مستقبلها. واذا بانت لها شي بنت خارجه على الطريق ما عندك ما ديري بها، حيتاش غادي تجرك بغيتي ولا كرهتي. في الاخير الحرام ما تيخرجك في حتى شي حاجه زوينه، ولكن غير في الهلاك. ديما سمعوا لوالديكم واخا يكونوا قاسيين، اما الوالدين اللي كيزيروا بزاف على وليداتهم هذا خطا كبير، حيتاش الام خاصها تكون مصاحبه مع بنتها باش داك الضغط ما يولدش ليها واحد الانفجار اللي تندم عليه حياتها كامله. وهذه هي كانت حكايتي، وهذه هي كانت حكايه نور. اول مره غادي نفكر بزاف 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 فواش نشارككم هاد النهايه ولا لا، حيت خفت لا بزاف منكم ياخذوها كانني تنشجع على هاد الامور، بلي انه كل وحده خرجت على الطريق تمشي تصلحوا بهاد الطريقه، اولا نشجعها انها دير ما بغات وتقول بلي انه في الاخير غادي نصلحوا بهاد الطريقه. الحرام تيبقى حرام وضميرك عمره ما كيرتاح. هاي القصه ديال نور، ربي يسترها ودازت بزاف ديال المراحل ولكن باقي مصاحبها المرض. وهنا بغيت نقول لكم ككل مره بلي ان كل قصه كنزيدو كنتاكدوا فيها بلي انه ربي ما حرم العلاقات الا وهذا الشيء اللي كيوقع من موراهم. شتو الدمار النفسي اللي كيوقع؟ بزاف ديال الناس في مرحله المراهقه كيتحمسوا باش انه يكون عندهم شي خليل ويخرجهم ويشري لهم ويعطي لهم الاهتمام، ولكن هاد الفتره كتفوت. ولكن كونوا على يقين باللي انه من بعد هاد البنت فاش كتكبر وكتفوت في فتره المراهقه كتقول يا ريت يا ريت خليت راسي نقي وخليت الماضي ديالي نقي وما عرفت فيه حتى شي حاجه. ولهذا ما ترخصوش ريوسكم، كل شيء كيفوت وكل شيء كيدوز. اما بالنسبه للنور انا كنقول لك تزيدي تقربي من مولانا، ذكري الله في كل وقت، ديري النوافل باش انه ربي ينسيك في هادشي ويذوقك من جديد البساطه والحلاوه في الحياه، لانه ماشي سهل هادشي من جدتي. وبقوت ما انك كنتي كتكبتي داكشي كل مره كل مره وما عرفتيش من تشاركيه وما عرفتيش كيفاش تخرجيه، طيحك في هادشي اللي وقع لك اليوم.
وليداتك محتاجين لك اليوم، راجلك اللي مدوز معك غير الخير تا هو محتاجك. ان الله غفور رحيم، حاولي انك تلوحي كل شيء من موراك وتاكدي في الرحمه ديال مولانا بلي انا ربي غادي يغفر لك ان شاء الله. غير مره صومي، مره ديري النوافل، ديري الصدقه، وربي غادي يرزقك على قد النيه ديالك. دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو بعد غدا ان شاء الله. سلام.